تعالوا مع بعض ويقوي المناعه احسن من اي نوع عسل غالي. انا مش بجامل او انها بالعكس، هو دي الحقيقه اللي احنا اجدادنا متربيين عليه. انا هعمله النهارده مع الزبادي كيكه، مقاديرها على الشاشه. معانا كوبايتين من الدقيق، معانا اربع بيضات، معانا ربع كوب من الزيت ولو اقل يبقى افضل، معانا بيكنج باودر معلقه، معانا فانيليا معلقه صغيره، معانا زبادي قليل الدسامه وده موجود في اي سوبر ماركت، معانا عسل اسود واحد كوب، هنشوف هنضيفه امتى للكيكه. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي بالاضافه لشويه حب للاكل الصحي. اول حاجه هخلط المواد السائله اللي دايما بنبدا بيها لما نيجي نعمل كيكه اللي هو البيض. حد سال مره ليه اول حاجه بنخفقها البيض؟ ده سؤال صعب جدا والاجابه بتاعته سهله جدا، زي ما كان يجي لنا في الثانويه العامه كده سؤال صعب جدا وتلاقي اجابه السؤال جوه المعطيات بتاعه السؤال، يعني اللي بيحط الامتحانات حاطط الاجابه جوه المعطيات بتاعه السؤال. فحد يقول لي ليه بنخفق البيض الاول؟ مخرجنا يعرف ياخد الجايزه؟ الجايزه ايه؟ الجايزه دي الكيكه دي الفها لك تكاوي وديليفري خدمه التوصيل لدينا وبس. قول لي ليه بقى ليه بنحط البيض الاول؟ طيب خلوني انا اسال واجاوب نفسي. طب حد من المشاهدين على انا ما اخفق البيض ونحط كل المقادير يقول لي؟ لا طبعا. اقول لكم المخرج بيقول ايه؟ بيقول لي عشان يدوب. لا والله اجابته جوه الموضوع. انا مش هجاوب غير لما الكيكه تطلع من النار، هشوقكم. اه ليه اول دايما الاساتذه بتوعي والشيفات والاساتذتي اللي انا بشوفهم وبتابعونا دول اساتذتي، وكل اللي بيعمل كيكه من الامهات الحلوين والطيبين اول حاجه بيفكر فيها البيض يطلعه من الثلاجه ويخفقه. ليه؟ حد سال السؤال ده؟ الاجابه في جوه الموضوع. حد يقول ده البيض؟ انا مش هضيف سكر، هضيف بدل السكر العسل الاسود، مناعه، مضادات اكسده، علاج انيميا، يقوي المناعه. العسل فيه ريحه مصر، ده بيطلع طبعا من القصب، غير طبعا العسل الطبيعي الابيض الجميل بيطلع منين؟ اه طبعا يا نحله لا تورثيني ولا عايز عسلك. لا اورثيني وهاتي عسلك، انا غاوي يعني مفيش اي مشكله. العسل ده قيمته الغذائيه عاليه جدا. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه شفتوا العسل لما حطيته على البيض المضرب بدا يديله صوت ازاي؟ صوت غليظ اللي هو صوت الاختلاط الاثنين مع بعض. شفت القوام ده كده؟ اه حلو. نبدا نحط الفانيليا اللي هي تشيل الزفاره بتاعه البيض، نحط الزبادي وده نجيبه من اي سوبر ماركت الدسامه بتاعته قليله موجود ومكتوب على العلبه، بنضربهم كده. لغايه دلوقتي زي الفل يا عم الشيف. الماده الدهنيه هنا زيت، ولكن لو بتعمليها عادي بقى وعايزه تعملي كيكه يعني تملى العين دسامه حطي زبده سايحه او سمنه سايحه، محدش هيقول لك لا، انت في مطبخك انت حر، انت المملكه بتاعتك. بس انا بعمل اكل صحي فانا معايا نص كوب من الزيت، انا للامانه هحط يعني ربعه تقريبا كفايه قوي كده وهتنجح معايا ان شاء الله. اه زي الفل. عندنا المواد الجافه عباره عن دي بيكنج باودر، بنخلطهم مع بعض. دايما بنخلط المواد الجافه مع بعضيها، اذا كان دقيق او بيكنج باودر، اذا كان دقيق او بيكربونات. لا الخميره مش مواد جافه، الخميره لازم نحط لها معلقه. والله انت مخرج شاطر، تعال اشتغل مكاني. قال لي طب والخميره كمان نحطها على الدقيق؟ لا الخميره دي مواد جافه، بنحطها الاول في ميه دافيه مع معلقه سكر عشان تبين عضلاتها وشطارتها، بعدين نحطها على الدقيق. هناخد الحاجات دي كده. انت لسه بتفكر في الاجابه؟ والله انت مخرج جميل جدا. لا
لا لا اشوقكم. لا انا عايز المصور العادي اليمين يعلي الاجابه. انا عايز اوريكم فرصه المصورين بتوعنا في فرسان التلفزيون المصري. علي اجابتك وانا اقول لي انت قلت صح. لو عليت صوتك اكتر من كده هتترفد. الملاح فرحان فيك. انا معايا مصور شاطر جدا بس انا بشوفه مره واحده في الاسبوع. طب والله العظيم جاوب اجابه صح. لا انت لا لا هي واحد هو واحد جاوب في الاستوديو خلاص كل الاجابه اتعرفت بس الجمهور لسه ما عرفش. عايزين يعرفوا المصور الشاطر ده جاوب وقال ايه. مش هقول طبعا برضه غير الكيكه طالعه كده. الخليط جاهز حتى اللون لون ذهبي. يا الهي يا الهي ايه ده ايه الحلاوه دي. اللون يفتح النفس يميل للاورانج اللي هو بيجوع. هناخد الخليط ده كده زي ما هو في القالب ده كده في درجه حراره 180 نأمن على الفرن بتاعنا. حلو الكلام. وناخد الكيكه اللطيفه بمكوناتها الحلوه. الشيف قدر يصنع اللون الذهبي من مكونات لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. وما زلت عن كلامي ليه بنخفي البيض الاول وحريصين نطلعه من الثلاجه ونشتريه من عند البقال. اول حاجه بنكسره ونحطه في البوله ونضربه بالمضرب ليه؟ ويمكن انا شاركت في الاجابه لما قلت نشتريه من عند البقال. كده الكيكة جاهزة درجة الحرارة عندي 180. باخد الكيكة الحلوة دي كده ادخلها الفرن بس اللون الذهبي الحلو ده يميل للخضار شوية ويعشق الخضار شوية بالشكل ده كده. في درجة حرارة 180 ده نعناع يا غالي حبيب قلبي. هندخلها كده ونحطها هنا ونقول لها ايه مع السلامة يا حلو. درجة حرارة الفرن على ايه الصورة الجميلة دي. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء. كيكة بالعسل الأسود والزبادي في الفرن تقريبا مع بعض تطلع الكيكة بتاعتنا من الفرن. ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده. كده نطلعها مع بعض. يلا بينا. اللهم صل على النبي. يا راجل يا طيب دلعني عشان استاهل الدلع. خليها في وش الكاميرا كده. يلا بينا. اللهم صل على النبي. الكيكه الذهبيه بالعسل والزبادي كفر بنغطيه سكر باودر كده علشان اللي ما حضرش من الاول يفهم ايه محتوياتها. تسلم ايدك يا عم الشيف. ليك الاختيار. عندك عسل وعايزه تحط شويه عسل اهلا وسهلا. عندك شويه شربات وعايزه تحط شويه شربات اهلا وسهلا. عندك عصير برتقال والبرتقال الصيفي ده طعمه مميز فيه شويه حموضه عايزه تحطيهم على وش الكيكة أهلا وسهلا. ليك الاختيار. كده باقي معانا الكبسة.